ضلعك مكسور شعر هو بيجي شد بالعضل. طب هيني ما بدك شيء افتح ايدك على الاخر افتح ايدك ثاني اوكي خذ نفس خذ نفس من اخيرك على الاخر موجوع كثير فيك توقف صاير شو عمل بس صارت معك ماشي ما كانش قادر ياخذ نفسه وفضل فتره كده وبعد اخذ شاور وريح طيب ريح هلا هون الوجع موجوع علي شوي وقف معي فيك توقف اوكي مد حالك وقف على الاخر مد جسمك لفوق مد اجرك وقف على هون اوكي وقف هيك مثلي جرب رون لهي الميدة قد ما فيك قد ما فيك شغل ايدك كرامب يعني هو العامل العضل بس يعني كرامب بدك تشده عكس ما هو عامل كرامب فيدي رجلي فيدي رجلي ما تخاف ما حيصير شيء ما تخاف خذ نفس خذ نفس خذ نفس جيب المايك لا كرامب العضل طبعا هلا بقول لهم شو يعطوك هلا بدي اخذ حبه بترخي العضل ايش الحال احسن؟ هيني بس لقيت عليه وقمت هيك هالميل لمعت اول مره عملتها بس بس قمت كثير وجعت بسيط ايه منيح منيح ما بين شيء منيح منيح فيك تعطيك شوف بجد عم بجيبه ماي عم بجيبه ماي لا 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 بقعد هون تركني هون تركني هون ماي بقيه خليكم ما بتعلي الايد بقى كرامس هوني شو بها عينا بس ليز بزل لي ماي شو بها عينا أسود بدك شرب ماي يلا طلع طلع فيك تطلع ولا بعت معك من بدي بارد شو بك؟ شو بلاستي؟ شباب نعمل 10 دقايق سبور من نام ساعة؟ شو القصة؟ وين عم يدعى؟ بالقليل اللي بتاكلهم رح يعملوا سبور اللي عنده بده شهرين ما ياكل بيمشي اوكي جايز يلا نحن بنسميه فراشة الاكل فرحت اول ما